السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. رجعت لكم اليوم بجليتش جديد. صراحة الجليتش هذا مرة حلو، أعطاني 2 ليفل. هذا الإصدار الجديد من إصدار الجليتشات اللي بنزلها كل يوم. في البداية نضغط مربع ونروح إلى رمز الجزيرة. هذا رمز الجزيرة الظاهر أمامكم. طب أول ما يبدأ الجيم هيجيبنا هنا. لو تلاحظوا اليوم معانا الإصدار الجديد اللي هو الإصدار ال 54، حاولوا تلحقوا عليه سريع سريع قبل الحد. إذا أنت جيت تسوي الجليتش هذا وما ظبط معك، تعرف إن اللعبة حذفته، فانتظر الإصدار الجديد. أنا كل يوم في قناتي بنزل الإصدارات الجديدة أول بأول، وفي معلومة في كل مقطع لازم أوضح لكم إياها. إذا أنت جيت تدخل الطور، أول ما أدخل عن طريق رمز الجزيرة نفس ما وضحت لكم في بداية المقطع، لا تدخل على الطور أول ما عن طريق جزيرة الكريتيف أبدا، تمام؟ طيب خلينا نبدأ الجليتش. تيجي عند هذا البيضة دي وتيجي هنا تبني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بعدين تحط أرضية تيجي هنا وترقص، وبعدين تيجي هنا وترقص، بعدين تيجي هنا هيظهر معكم المربع. إذا ما ظهر معك المربع نفس كل مرة أرجع أرقص وأرجع تاني هيظهر معك، تضغط عليه ضغطتين وبعدين تيجي تطلق هنا. هاي لحظة معايا، نظام الإكس بي ترى اختلف عن أول. بعد التحديث الجديد صرت لما تيجي تطلق مو زي أول يعطيك 70,000 وبعدين 60,000 وبعدين يوقف، لا هذا هيظل مستمر معاك لين ما يوقف لوحده. إذا وقف لوحده هيعطيك كم أعطاك ليفل. صراحة في حسابي الثاني أعطاني 2 ليفل، تمام؟ بس إذا أنت شفته إنه قل معاك، شوف كل ما يجي يقل معاك شوية شوية، أرجع طلق على الجهة الثانية. شوف أول جهة هنا، تمام؟ بعدين الجهة الثانية هنا، بعدين الجهة الثانية، أوقف هنا وأطلق هنا، تمام؟ عندك 3 جهات، 1 2 3، وهنا الرابعة، تمام؟ الين ما يوقف معاك، بعد كده اطلع من الجيم وارجع ثاني هيبدا يشتغل معاك ثاني مرة. ان شاء الله يكون الجليتش عجبكم وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. ان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.